الاخوان الاخوات، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نتكلم على النبات ديال العطره، وكتسمى عطرشه وكتسمى هي العطره. هذا النبات، هذه ممتازه، مهدئه، كتهدن الاعصاب، مزيانه للكحه، الحمى، السخانه ديال الربيع مزيانه لها، والزكام، كتنفع في الاسهال الشديد، الغازات المعويه اللي كيتنفخ من الكرش مزيانه، داك الوجع ديال المغص المعوي، داك الوجع الكريز ممتازه ليه. وايضا التهاب المجاري التنفسيه من امراض السعال حتى هي ممتازه. هذه العطره كتستعمل مع اتاي، نستعملوها مع اتاي، او كنستعملوها كنقيع والزيت ثابت ماشي طيار، الزيت ثابت مزيان تستعملو في المفاصل وفي السعال دهنا، ولكن زيت سونسيل ما تستعملوش